الصوت يبقى مش طالع، يا اما يطلع فيه صدى، يا اما يطلع روبوتي، يا اما يا اما يا اما يا اما غير بقى الفيديوهات كتيرة اللي اتسجلت من غير اوديو، من غير صوت، وانا مش لاقية وقت او مساحة ان انا اصلا اسجل لها صوت ينفع. كل ده كان مش مشكلة، صورة معينة هو شايف ان هو هيمشي بيها كويس، ولكن تأتي الرياح بما لا تشتهي السفن. مش عارفة بقى، هل ده معناه ان انا هنقطع او هعرف اطلع حاجة في اخر لحظة انقذ بيها الليلة؟ هل الامور كلها هتتحل؟ هل مثلا مش هلاقي الشغل اصور بيه عشان الكاميرا بتاعت الايباد انا ما بحبهاش خالص، بحسها سيئة للغاية. بفضل
مش عارفة ايه حكاية انه الواحد بيبص على السلبي وما بيعرفش يتجاوزه، وانا بلاقي ناس كتيرة بتتكلم في الموضوع ده، مش حتى بس بتوع الـ ASMR، يعني اليوتيوبرز العاديين لما يتكلموا على حياتهم وعلى الـ frustrations والمصاعب اللي بيمروا بيها، عادة بيتكلموا على ازاي تعليق واحد سلبي يضيع النفسية تماما، في حين انه كان ممكن يبقى فيه مليون تعليق ايجابي جدا بس بيعدوا كده عادي. ويمكن ده له علاقة بان اغلبية الناس عندها احساس انها مقصرة او انها مش كفاية او انها مش اللي بتعمله مش حلو ليس كافي أو ليس ذو قيمة، ودي أعتقد جزء من المخاوف اللي جواها كل إنسان. بس لما تبقى بتعمل شغل وبتعرضه على الملأ وعلى الناس، فأنت كأنك حاطط نفسك في فاترينا، واللي رايح واللي جاي يقعد بقى يقولك رأيه فيك وفي شغلك، وأنت قاعد بتعمل عشان تطلع حاجة بشكل معين. و أغلبية الوقت ما بنبقاش، يعني أو أنا بتكلم على نفسي، يعني ما ببقاش أنا مرتاحة أو مبسوطة باللي عندي 100%. بس لو ما غصبتش على نفسي إن أنا أنزله، مش هنزل حاجة عشان ما أعرفش إيه ال ال إيه ال البرفكت أو الجميل 100% ده، وأجيبه منين. أنا محتاج إن أنا أجر استديو وأجيب حد يكتب لي بقى سيناريو وحوار وأعمل ليلة عشان يبقى رائع. ف الواحد زي بياخد مخاطرة جامبل، you know، اللي هو أنا عارفة إنه ده مش أحسن حاجة في الوجود، بس دي أحسن حاجة عندي، أنا أحسن حاجة أنا عارفة أقدمها. فلما بسمع حاجات حلوة الموضوع حلو، بس عشان في داخلي انا حاسة او انا عندي شك وعندي مخاوف ان شغلي مش حلو، التعليقات السلبية للأسف بتسمع اكتر. هو دي مش حاجة صحيحة، بس يعني انه واقع، وانا شايفة ان مش انا الوحيدة اللي بيحصل معايا الكلام ده، بالذات لما حد بقى يدخل، يعني يدخل يتكلم بقى، يسيبوا الشغل ذات نفسه ويمسكوا البني آدم، يتكلموا في شكله ولا في أسلوب طريقة حياته ولا طريقة كلامه، ولا يعني حاجات شخصية. الموضوع بيبقى صراحة بيضايق قوي، ومفيش بني آدم بيحب يسمع حاجة وحشة عن نفسه، مفيش بني آدم بيحب، يعني بيحب ان هو ينتقد. ولو انا بنتقد وانا ماشية في الشارع ولا بعمل حاجة كده ملهاش دعوة بأي حاجة غير ان انا بشتغل على حاجة وحد يجي ينتقدني، موضوع مختلف. اما تيجي حد صاحبتي ولا حد من زمايلي في الجامعة يقول لي معلش اصل انتي طريقة كلامك وحشة، مش هتضايق. بس لما بقى انا شغالة في العيادة والعيان يقول لي لا انتي ضايقتيني، انا هتضايق طبعا، ويومي كله هيبوظ وهقعد كتير احاول اصلح عشان ده شغلي. فالمشكلة انه ده بينطبق على حاجات اليوتيوب برضو، لانه حتى لو هو مش الواحد ما بياكلش عيش من وراه، بس بيحط المجهود وفي الاخر هو شغل، هو مش انبساط، يعني هو مجهود بياخد منك مجهود عشان توصل للنتيجة اللي انت عايزها، زي ما تعمل رياضة. الموضوع مش حاجة انت بتعملها for fun، هي for fun كنتيجة، ولكن الخطوات صعبة. فأنا مش عارفة ليه انا عمالة بقولكوا الكلام ده كله، بس يعني انا بحاول افهمكم ليه أغلبيتنا على الأقل بنتضايق من
سيء، بس ده غير طبعا الناس اللي بتبقى داخلة يعني عايزة تضايق وبس، وعشان الموضوع على اليوتيوب فالناس بتبقى حاسة انها تقدر تقول اي حاجة ومفيش اي عواقب، عشان مفيش صورة، والانسان ده مش جزء من دائرة معينة ممكن الناس تتضايق منه بعد كده. هو بيقول الكلمة وبيمشي، مش فارق معاه اللي يحصل يحصل، لا هيتأثر ولا بيشوف بعد كده التأثير اللي هو بيسيبه على الناس. مش عارفة، انا ساعات كتير ببقى عايزة ارد بيزعلوا منه. والصراحة يعني أنا بقدر الناس دي جدا، عشان زي ما قلت قبل كده لولاكم ما كنتش كملت، عشان الموضوع مش ايزي، ولما النتيجة ما بتطلعش حلوة صدقوني أنا بتضايق أكتر من، يعني ما حدش ممكن يطلع نتيجة وحشة وهو مبسوط، محدش هيبقى مرتاح ان هو بيكروت حاجة هو حابب يعملها. المهم انا صدعتكم وقعدت اشتكي لكم. انا قررت بدل ما يعني ما عنديش امكانيات كتيرة ان انا اعمل شغل حلو وادي بوزيتيف انرجي، ف ابعبر لكم شوية. الفيديو ده على اساس ان هو just update مش اي سمار، لان انا ما اظنش ان الكلام ده مريح خالص، بس ان شاء الله الاسبوع الجاي